انت معنى، الكل معنى، وانت تفسير الحلم. يا حياتي ودنيتي انت يا احلى اسم، يا وطن روحي وحياتي، بيك تكبر امنياتي. انت روح الوطن، انت الله يا احلى اسم. رجعنا وياكم ومسلسل غايب ابو المشاكل. اليوم اجينا ويا عبير علي بطلة هذه الحلقة، لتجسد عن المرأة وعن الشعر وعن الأدب. كل احنا نعرف ان المرأة نصف المجتمع، والمرأة مثقفة، والمرأة أول مدرسة أسست لبناء الإنسان. خلينا نشوف غايب وجماعة غايب شنو وجهة نظرهم نحو المرأة ومفهومهم له. غايب ابو المشاكل، مرحبا استاذ غايب. اهلا وسهلا، يا هلا بك. اهلا وسهلا، وين شنو تردون؟ لقاء عندنا وياك. لقاء، شلونك استاذ غايب؟ اهلا، الحمد لله. الحمد لله، سعيدين بلقائك بشخصيه مهمه مثلك. اهلا وسهلا. حدثنا عن المشهد الثقافي في البصره. السوسيولوجيه والأيديولوجية المتبعة في بناء المشهد العام لروح الثقافة يجب أن ينبثق من تدليك وتدليس وتفتيت البنى التحتية للبناء النصي وبناؤه من جديد، بحيث يتلائم مع روح العصر وجديته في طرح الديماغوية والميتافيزيقية. شنو السلام عليكم؟ ما شفنا جاي ياخذ لقاء. سلام عليكم. شنو امسي؟ طيب حدثنا عن شكسبير. شكسبير خوش انسان والله. هذا كان جيراننا بالزبير، اسمه زبير، هو ترى اسمه زبير، ويقال انه ابوه شيخ، فكان يسمونها شيخ الزبير، يعني شكسبير. هذا شيخ الزبير. اي لا، هاي من بحث جايبه يعني عنده. إيه أقول لك جيراننا كان يعني أجدادنا. جدي يقول لي أنت كل عقلك هاي الإجابة؟ شنو كل عقلي هاي الإجابة؟ هذه الإجابة اللي جاوبتنا عليها كل عقلك يعني؟ أمشي 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 روح أمشي. كل عقلي أنا إيش علي؟ قدر ويريد يصير. شوف منين يا الله. السلام عليكم سيداتي آنساتي سادتي الحضور، أسعدتم مساء. المرأة نصف المجتمع، بل أكاد أجزم أنها أكثر من ذلك. لا أنا أعترض، شنو نصف المجتمع؟ فهي الأم. حبيبي اسمح لي. هو والزوجة. أدري أنت راديو تحكي شوية راديو، أنا مو نصف المجتمع. اسمك استاذ غايب. مو نص المجتمع. بدينا غلط، جاي يحكي غلط. سيداتي آنساتي سادتي، طلع لنا كرتون مذيع جاي يحكي. المرأة نصف المجتمع، هم رجع لنا، بل أكاد أجزم أنها أكثر من ذلك. نعم، فهي الأم والزوجة والبنت. إي ما أخذ دبل كاست، أكثر من دور ما أخذ. أن تكون أدري أم لأبيها. انت شنو انت استاذ غايب؟ خلينا نكمل الندوه الحواريه رجاءا. احنا في محفل، رجاءا رجاءا استاذ غايب، رجاءا رجاءا نقدر نتحاور. انت اديب معين، خلينا. تريد تقمع صوتي انت؟ ما يصير هذه. تريد تقمع صوتي؟ ابو دخلنا روح الرياض. استاذ غايب هاي وصل المحاوره، خلي يكمل وبعدين اعقب. المراه نصف المجتمع، احنا بالمراه اليوم نقضيها على المرأة، بل أكاد أجزم أنها أكثر من ذلك. وهي الأم والأخت مشي. فهي الأم والزوجة والبنت التي تكاد أن تكون أم أبيها. إيه وبعدين؟ تغزل بها كثير من الشعراء. غلط، ما نقبل بهذا الشيء، ما نقبل بأحد يتغزل. أهمهم نزار قبان. نزار قبان شنو؟ وغيرهم. الآن معنا في هذه الندوة الحوارية الثقافية
الأديبة سامية زكي لتطلعنا عن آخر قصائدها الجميلة. فلتتفضل. على شنو تصبون؟ انت شنو شفتوا؟ يعني قال سامية يا أخي أحمد زكي سامية زكي الشعر. والله العظيم ما بين تلك الورود الله 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 ما بين تلك الورود التي يتساقط عليها الندى صباحا أجدكم عطرها مساء. أي شين يعني؟ فعمتم مساء أيها الحاضرين. أما الآن سوف أطلعكم على آخر قصائد. أنت وهذه هي قصيدة واحدة تفترن بها المهرجانات كلها آخر قصائدها هي. طيب. ها. خلنا نسمع يا أخي ما يصير. دهس القطار حقيبتي. إياه وقال لك تخلين الحقيبة جوا القطار حتى يدهسها. خلنا نسمع يا أخي خلنا نسمع. دهس القطار حقيبتي. عادته يعني ما جازت. حبيبي خلي تكمل القصيدة. خلنا نسمع شنو مشكلته. قصيدة هاي دهس القطار حقيبتي. عجيب يا أخي عجيب. منذ ذلك الحين تعلقت ذاكرتي بسكة ماتت ذكرياتها. الله شوف 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 الوصف شوف الوصف. غايب يا أخي شنو أنت؟ ما شوف دهس القتال حقيبتي فتعلقت تعلقت ذاكرتي بسكة ماتت الذكريات على جوانبها وأضعت الطريق. هسه شنو تردين كروة؟ هو خسارات متعددة في تجارة اسمها الحلم. تجارة مال بلاد والولد. إذن إذن دع كتاباتي بعيدة عن متناول الأطفال. أنا أطفال احترمي نفسك واحفظها دائما. انا اطفال سمعتوا هدموا الاطفال. انا اطفال ما اتحمل. انا اديب انا كاتب انا عندي تاريخي. شنو تقولي متناول الاطفال تأشر علي متناول الاطفال. قصيده تقول متناول الاطفال. انا بقد لوليه انا بقد لوليه. تعال تعال لوليه تعال. هاي متناول الأطفال مو أنا. هاي متناول الأطفال. إذن دع كتاباتي بعيدة عن من؟ عن متناول الأطفال. باح أسرت لي بعينها والله. واحفظها. والله أسرت بعينها. قالت متناول الأطفال. إيش قالت؟ متناول الأطفال. لا جاي تنتقص من عندي. أنا أديب أنا كاتب أنا لي تاريخي. واحفظها دائما في مكان دافئ ويفضل ان يكون قلبك. الله. شكرا جزيلا. شنو تصفقون على اليمن؟ على اليمن تصفقون؟ شنو؟ وضعوه في مكان دافي يفضل ان يكون قلبك. يا اخي لا ما 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 حبيبي يا حضاري انتوا عاجبكم هاي؟ هاي قصيده هاي؟ يعني ما المره جاي صفط صفط. شنو جهز القتال خطيبتي خطيبه جيب لنا شيء. استاذ حسن استاذ حسن انت السوسيولوجيه والدماغوغيه في البنيه الاساسيه للنص حيث يتراءى للمستمع ان يكون هناك تحدي في القيم والمثل والتهديم للحاله. شكرا شكرا. شو الشكر موصول للأديبة سامية زكي على هذه القصيدة الجميلة. أتمنى سادة الحضور أن ألتقيكم في ندوات حوارية أخرى. تصبحون على خير. علي من الصفقون علي من الصفقون يعني علي من الصفقون. يا أخي غايب ما يصير هذا الشيء. النساء الأديبات إلهن دور فعال في الأدب والشعر والقصيدة والنثر. الصفط يا نثر نثر يا أبو خوة. يا أخي أديباتنا ذني محترمات. أنت نسيت نازك الملائكة. أنا أريد التجديد ببنية النص تهديم كل ما هو تقليدي وإضافة روح تجديد. يا أخي اسمعني
هذا الحكي مو صحيح. انت نسيت اديباتنا نازك الملائكه لمي عباس عماره. يعني هاي تجيبها ويا لمي عباس عماره؟ ليش يا اخي؟ اديبه ومحترمه يعني شبيها عمده هسه القطار حقيبتي. يا اخي هذا مضمون بالقصيده. شفت المهزلة صارت؟ شفت اي مهزلة؟ يعني شنو جايبين اديبة ما تعرف تفك الخط ده هسه القطار حقيبتي؟ شنو وشكو بها غايب؟ المفروض انت كمثقف تشجع هاي الامور. استاذ جاسم، مو هذول تريد تسوي لها منتدى الاديبات؟ وشكو بها يعني منتدى الاديبات ومنتدى الادباء؟ انت بوحد وانا بوحد، تعرف تقبل محمد؟ لا يا اخي، ليش ما نقبل؟ خلي المراه تاخذ دورها بالمجتمع. يعني باكر عقبه هذا منتدى الاديبات لحد يطب له من الرياجيل وشيني؟ ومنو قال هذا؟ منو يقول؟ اي فصل المراه عن الرجل. استاذ غايب، هو الاتحاد واحد، وهسه حتى هاي الامسيه تحت رعايه الاتحاد الودود. حمزين، انا اجي وياكم. هي باكر عقبه ترشح على اتحاد الادباء وتصير رئيسة اتحاد، تصير علينا رئيسة، تقبلون؟ شكو بي ليش يا جماعة؟ ليش لا؟ شنو ليش لا؟ ما راح تصير علينا. تطور، ماكو مرأة ورجل، جاي تحكي غايب؟ حبيبي المرأة مقلدة، ما تعرف تكتب. استاذ غايب، شنو هالتخلف وهاي النظرة الدونية لهذا الامر هذا؟ والله كافي تهميش. احنا لازم نوقف عند حدهم، لازم نسد الابواب وجوههم. شنو هم؟ شلون نسد الابواب؟ يا اخي بدل ما نشجعهم، يا اخي انت كمثقف ما تطلع منك هاي الحكايه. حبيبي شنو اديبه تكتب دهس القطار حقيبتي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تجي الله عجبكم وتفخر روحه على أساس منتدى عندها منتدى الأديبات. أنتوا شلون رياجيل أنتوا؟ يعني تحكمكم مرة؟ أستاذ رحيم تقبل بهذا الحكي؟ والله أستاذ أنا ما أدري غايب شنو مشكلته؟ شنو مشكلته ويا يعني صار؟ شنو الدونية هاي اللي عندك يعني؟ لا تقول دونية، إحنا لازم نوقف صف واحد ضد هذا المخطط الدني. أستاذ غايب أنت غلطان والغلط راكبك من ساسك لراسك، اسمح لي يعني. وين؟ غلطان؟ هاي نظرة دونية، هذا تخلف يسمونه. وين تريد تروح؟ وين أريد أروح أنا؟ أنت أنا أصلا أستاذ ما أقدر أقعد يا أستاذ غايب. يعني انا همراك انا الاديب. انا لا مشونه لما عاد ما نقدر. محمد جاسم، اذا لم تكن تستطيع قياده القلم فاحذر ان تصدم امه او شعبا او 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 فرد. شنو تردين؟ أديبة؟ مثقفة أنت؟ وأنت هاي مشكلتك؟ ما تحب نشوف النساء شعراء، شاعرات؟ أو أديبات؟ أو حتى مهندسات؟ أو يحتازن على مناصب عالية؟ شنو مشكلتك؟ انت كل عقلك تصيرين اديبه وانا يعني رئيسه الدباء وانا جوايدك قارئ، تصيرين مهندسه وانا عامل، تصيرين موظفه. روحي انت، ما تعرف احنا شنو ولا راح تعرف احنا شنو. النساء تصير شاعره وتصير مهندسه، دكتوره، طبيبه. ليش؟ المراه نص المجتمع. مثل ما انت عندك عقل، هي عندها عقل، مساوين بكل شيء الا بعض الاشياء اللي تخلي الرجل مميز. وتريد تقول لي المراه شنو؟ شنو تردين؟ شنو اريد؟ تردين تدمرينه؟ انت كل عقلك هاي الكتابات هاي خربطه. كتابات وراح تنجبر انك تسمعها وتقول عنها كتابات. انت قبله
انا مو مخبله. مخبله انت؟ انا مو مخبله. انت ما تصيرين، انت مقلده، انت 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 مكانك البيت البيت البيت. انا اكون مخبله تعرف ايش وقت؟ من نقبل بهذا الحكي، من نقبل بهذا الحكي اكون فعلا مخبله، وما احاربك انت وامثالك. شوفي ولا اخلي المراه انه هي تثبت وجودها، فالساعه هاي حكون صدق مخبله وراح انطي فرصه الك. شوفي ومن امثالك. شوفي شوفي انت، خلينا نتفق، قعدي بالبيت اجيب لك كتب، اجيب لك مجلات، اخليك تدرسين، اخليك تقرين، بس برا لا، تاسيس منتدى لا، رفع صوتك على الرجل لا. زين قل لي، الى المراه نص عقل تقدر انت تقوم بواجباتها؟ شنو واجباتها؟ شنو واجباتها؟ المراه شنو واجباتها؟ المرأة هي اللي تحمل 9 أشهر، المرأة اللي تتحمل آلام الولادة، تريد تقول لي شنو المرأة وشنو اللي تتحمله؟ المرأة تربيك، لو ما أنت، لو ما المرأة جيت أنت للدنيا شنو أنت؟ أنت راح تظل بهذا العقل، راح تظل بهذا العقل لحد ما نثبت لك إنه المرأة هي نصف المجتمع. ظل تعال تعال، ما أقبل ما أقبل ما أقبل تكونين بالصدارة. أنا بالصدارة، أنا الرجل.